دلوقتي هنروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الرياضة المحلية والعالمية. تفضلي دينا. شكرا لك يا شاذلي. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أعلن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وبتضم 9 لاعبين لمعسكر شهر سبتمبر، واللي هيتلعب في مباراتين إثيوبيا في تصفيات مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس. واللاعبون هم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف وأحمد حمدي وسام مرسي. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اختيار محمد مجدي أفشة صانع الألعاب الأهلي كأفضل خط وسط مهاجم للموسم 2022-2023. محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق انضم للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر اللي هتضيف للفريق، وده في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد. نادي سموحة أعلن التعاقد مع إسلام جابر لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد. مصطفى حسين لاعب منتخب مصر للمصارعة للشباب توج بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العالم اللي أقيمت بالأردن. محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة فاز بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة رومانيا الدولية بعد التغلب على لاعب مالدوفيا في مباراة تحديدا المركز الثالث والمنافسة على الميدالية البرونزية. فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي فاز على فريق مدار السعودي بنتيجة 25-23 في ثالث مواجهته بالبطولة العربية اللي بتستضيفها المملكة العربية السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب. منتخب سيدات كرة الطائرة فاز على بروندي بنتيجة 3-0 في ختام مواجهته بالدور الأول بالبطولة الإفريقية اللي بتستضيفها الكاميرون بالعاصمة ياوندي، وده ضمن المجموعة الأولى. لاعب الاسكواش المصري علي عزت لاعب نادي بلاك بول الرياضي فاز بالمركز الأول في بطولة فنلندا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة واللي أقيمت في العاصمة هلسنكي. فريق ويست هام فاز على فريق تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الأولمبي في ديربي لندن، وده ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. فريق أستون فيلا حقق فوز كبير على نادي إيفرتون بنتيجة 4-0، ده في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي. فريق برشلونة فاز على فريق قادش بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري، وبالنتيجة دي تواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وقادش في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط. خسر فريق نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد أمام نادي ليل 2-0 في المباراة اللي جمعته من امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من عموم مسابقة الدوري الفرنسي، وبالنتيجة دي بيرفع فريق ليل رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي، فيما يأتي نانت في المركز الـ17 بعد هزيمته الثانية على التوالي. منتخب أسبانيا للسيدات توج بلقب كأس العالم للسيدات 2023، ده بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين امبارح في نهائي كأس العالم للسيدات 2023. وبكده خلصت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.